نظمت المدرسة العليا للتكنولوجيا بقلميم حفل تخرج لخريجيها برسم الموسم الدراسي الحالي احتفاء بجهود الطلبة طيلة مسارهم الدراسي بالمؤسسة. المؤسسة دأبت على تنظيم حفل تخرج نهاية كل سنة، ونحن اليوم في الدورة السادسة لحفل تخرج لطلبتنا سواء على مستوى الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو الإجازة المهنية، وهي فرصة ومناسبة نهنئ فيها طلبتنا على النجاح والتفوق، كما تعتبر ثمرة مجهود سنة أو سنتين كاملتين من العمل من التحصيل العلمي الذي يشارك فيه بامتياز كل من الفريق التربوي يعني أساتذة المؤسسة وكذا الهيئة الإدارية التي توفر الشروط الملائمة للطلبة للدراسة في أحسن الظروف. الحفل فرصة للتواصل مع آباء وأولياء الطلبة وكذلك مختلف الشركاء الذين تجمعهم علاقات مع المدرسة، بالإضافة إلى إبراز الأنشطة التي يتميز بها طلبة المؤسسة في مختلف المجالات.